خلينا نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي وطبعا فرقه المختلفه، وهتكون معانا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره تحديدا، وهي موجوده دلوقتي معانا مباشره. يعني هنا بونجور، ومش عارفه انت كنت بتشجعي بقى الارجنتين ولا فرنسا، قولي لنا واتفرجتي على الماتش فين والاجواء عندك ايه واحتفلتي ازاي؟ صباح الفل، اتفضلي. صباح الخير عليكي انا هواند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني انا الحقيقه كنت بشجع ارجنتين عشان ليونيل ميسي، عشان ممكن دي تكون اخر مشاركه ليه، فالحقيقه كنت عايزاه يفوز بقى عشان يكون حصل على جميع الالقاب، وده اللي حصل في نهايه المباراه. خلوني بقى انقل لكم دلوقتي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وخلينا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب الساعه 12 الظهر، وبعد انتهاء التدريب مباشره يغادر لاسكندريه استعدادا بقى لمباراه غدا اللي هتكون امام فريق فاركو. مباراه طبعا دي ضمن منافسات الجوله الثامنه من بطوله الدوري. بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله بقى يقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد في بطوله الدوري. كمان يا نهاوند بقى خليني اقول لك انه الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. يعني خلوني اكلمكم اكتر عن مران امس. كالعاده مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران. المران كان مبني على بعض التدريبات الفنية وأخرى البدنية، وكمان بقى قبل انتهاء المران تم تقسيم الفريق ل3 فرق ولعبوا تقسيمة مصغرة، كل ده طبعا استعدادا لمباراة غدا. كمان بقى في خبر صار لجميع الأهلاوية، وهو أن اللاعب المالي اليو ديانج شارك أمس في المران الجماعي بشكل طبيعي، وخلاص بقى اللاعب أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي عشان بقى يدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة. كمان على هامش المران كمل او استكمل اللاعب طاهر محمد طاهر برنامجه التأهيلي، يعني هو بدا في المرحله الثانيه. امس يمكن خاض بعض التدريبات البدنيه في صاله الجيم، وكمان بدا في الجري حول الملعب. يعني طبعا بنتمنى له بقى الشفاء العاجل، وان شاء الله قريبا جدا يرجع ينضم لتدريبات الفريق ويدعم صفوف الفريق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا بلعبه كره اليد. وملكات كره اليد بيتوجنا ببطولة الكويت الودية، طبعا البطولة كانت بتقام في الكويت، ده بعد فوزهم على فريق سلوى الكويتي أمس بنتيجة 46-14. يعني الحقيقة هم عملوا بطولة كبيرة جدا بالرغم ان هي بطولة ودية، لكن كنا بنشوفهم بيفوزوا في جميع المباريات بفرق سكور كبير. يعني على منتخب عمان فازوا بنتيجة 54-10، على فريق فتاة العيون الكويتي قدروا يفوزوا بنتيجة 62-14، وعلى فريق البحرين البحريني قدروا يفوزوا بنتيجة 79-8. وزي ما قلت امس كانت اخر مباراه قدروا يفوزوا على سلوى الكويتي بنتيجه 46-14. طبعا دي بقى هتكون كانت فتره اعداد للفتره القادمه لفتيات كره اليد، عندهم مباراه مهمه جدا يعني يوم 21/12 امام فريق الشمس في ربع نهائي بطوله كاس مصر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يظهروا بنفس المظهر اللي الحقيقه شرفوا بيه مصر وظهروا فيه في بطوله الكويت. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة. وسيدات كرة الطايرة النهاردة عندهم مباراة أمام فريق 6 أكتوبر، ده ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري. يعني طبعا إن شاء الله يقدروا يفوزوا في مباراة النهاردة. آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق الاتحاد السكندري وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 3-0، إن شاء الله بقى كمان النهاردة يقدروا يفوزوا على فريق 6 أكتوبر. أما عن رجال كرة الطايرة فهم بيواصلوا استعداداتهم للمرحلة المقبلة، طبعا هيبدأوا بقى المرحلة الأولى من بطولة الدوري. أول مباراة ليهم هتكون يوم 24/12، هتكون أمام فريق إيسترن كومباني. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ويظهروا طبعا بمظهر بيليق باسم النادي الأهلي زي ما عودونا دايما رجال الماسترز رجال كرة الطايرة بنادي الأهلي. واستكمالا الحديث عن الالعاب الاخرى خلونا دلوقتي ننتقل بقى للعبه كره السله. ورجال كره السله النهارده هيكون عندهم ثاني مبارياتهم امام فريق الظهور، طبعا الدور ده بيلعب بنظام بيست اوف 3. هم فازوا في المباراه الاولى بنتيجه 92-48، ان شاء الله بقى لو فازوا في مباراه النهارده يتاهلوا مباشره لدور الثمانيه من البطوله. عندنا طبعا ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في المباراه النهارده وما يضطروش ان هم يلعبوا
مباراة ثالثة. أما عن سيدات كرة السلة فسيدات كرة السلة بيستعدوا بشكل قوي جدا لمباراة سبورتنج في بطولة دوري السوبر. مباراة هتكون يوم 24/12 وهتقام على مجمع صلاة دكتور حسن مصطفى. يعني طبعا الحقيقة المباراة هتكون صعبة جدا زي ما احنا شفنا إن فريق سبورتنج قدر يتوج ببطولة أفريقيا، وبالمناسبة دي طبعا خليني أهنئهم يعني شرفوا مصر الحقيقة يعني فببارك لهم بالمناسبة دي. لكن طبعا هيكون بقى سيدات كرة السلة عندهم مباراة صعبة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة السلة إن شاء الله يقدروا يتخطوا سبورتنج ويتأهلوا للأدوار القادمة. يعني أنا هوندي دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي النهاردة. طبعا معاكي لو عندك أي استفسارات، والآن العودة ليكي مرة أخرى في الاستوديو. لا بشكرك جدا طبعا يا هنا على التغطية دي، ومبروك يا ستي لو أنت كنت شجع الأرجنتين. يعني بشكرك جدا.